لا أنا أتكلم لك اليوم، وصلنا في خلال 5 سنوات في مسألة الاحتراف أن العمل ابتدى يتنظم في الأندية العشوائية، غير موجودة، الصرف الغير موجه، غير أنا أشوفه طبعا، يمكن في نادينا هذا الصرف الغير موجه غير موجود. باقي الفئات والمراحل السنية تستفيد من عملية الدعم الحكومي، الأندية بدأت تستقطب أموال استثمارية طبعا من عائدات الدعاية وما شابه مثلا، والرعاية وغيره. نحن في سنة خامسة يا جماعة احتراف، ما علي الدول ابو اللي مطر، سبقتنا ابو في مطر مسألة بس انت الاحتراف، وأنا تتكلم، أتكلم بس عن آسيا. ابو مطر انت تتكلم ان ما في اهتمام في المراحل السنيه من بدا الاحتراف، يعني اهملتوا المراحل السنيه، او ان ما كان في الاحتراف ما شمل لا، المراحل السنيه. ما هو المراحل السنيه هي والمداخيل الاساس. يعني ابي اعرف نادي بحجم نادي الشباب شو مداخيلك، يعني غير الدعم الحكومي، والجميع عارف ان مرت فتره نادي الشباب يشتكي حال كثير من الانديه من يعني القدرات الماليه. نادي الشباب طبعا معتمد اعتماد، ما اقدر اقول لك كلي على الدعم الحكومي، ولكن معتمد على الدعم الحكومي، ومعتمد على استثمارات النادي في المرافق اللي موجوده فيه، ومعتمد على الرعايه والاعلانات اللي موجوده في النادي، بالاضافه كم تمثل للاستثمار هذه؟ في كم اللاعبين. يمثل الدعم الحكومي؟ السنه هذه سيدي كم يمثل الدعم الحكومي، وكم تمثل نسبة الاستثمارات؟ بكل شفافية، السنة هذه مثل الدعم الحكومي 65% في نادي الشباب 65%. كم من الموازنة العامة للنادي. كم كان قبل؟ 100%؟ في السنوات الماضية يوصل إلى 95%. جميل. شو الخطة اللي شو هذا؟ لحظة، ترى الحين اشوف انا عبد تريا، لا انا لا لحظة لا لحظة مناصر. لحظة تفضل تريا، ترى انا الحين زين تريا، ترى نحن ما شاء الله يوم في شيء سيء بنصب على طول. لا بقول لك عن حاجة، انت أوكي. بتعدي اشارة خضراء شرطي المرور ما بيقول لك شكرا، لا لكن بتعدي اشارة بصفق حمراء. له بصفق له. لا انا اتذكر حضرت مؤتمر كان الاخ دكتور احمد الشريف يذكر، اذا اخذناها بالطريقة اللي تفضلت فيها اخوي راشد، ممكن نسأل ابو مطر، يعني قبل الاحتراف هل كانت يوجد عندك هيكل تنظيمي واضح لإدارة أولا شركة كرة القدم؟ ما كانت أساسا في شركة كرة قدم، أصبحت شركة كرة قدم، لم يكن هناك هيكل وظيفي واضح لكل نادي، أصبح الآن إلزامي تعين فيه مدير تنفيذي، مدير تسويق، مدير إعلام، مدير، فأصبحت هناك هيكلة واضحة. هذه أول نقطة. ثاني نقطة، إذا مسكت أنت، طبعا أنا مستحيل في يوم وليلة ولا في دولة في العالم قدرت انها في يوم وليله تتحول من 100% الى 0%، ولكن خضناها في مؤتمر الاحتراف اللي حصل في دبي وانت كنت موجود فيه، ان لاحظنا كيف العمليه اصبحت انها قاعده تنزل من 100% 80% 50 60 50 40، يعني في خطه بلان تمشي، ولا في ان ممكن انت تحصل لك نادي بدون ديون حتى في الدول الاخرى، ولكن كل هيكله وكل طريقه نادي عارفين يمشي بطريقه مختلفه. اذا ما اتينا لموضوع الاكاديميات والطريقه اللي احنا نتكلم عنها، شوف انا مثل ما ذكرت لك النظام الموضوع في الاحتراف، في نظام منظومه الاحتراف هو توجيه، يعني هو شو عمل لك الان؟ طلب من كل نادي تقعد معاه تساله، انا محتاج منك تخطيط الان في موضوع التراخيص من ضمن الامور الفنيه، الجلوس مع الاكاديميات، الاشخاص المسؤولين عن المدير الفني للاكاديميات من ضمن الوظائف الموجوده، ان تعطيني ما هي الدراسه والخطه اللي راح تمشي عليها انت، بحيث انك انت تطور الاكاديميات والمراحل السنيه بمنظومه واضحه تقدم حتى انها تكون من ضمن المعايير التي تدرس. مثل ما ذكرت لك حتى موضوع البزنس سكيل اللي كانوا ايضا الاخوان في السعوديه، كانت من ضمن النقاط اللي موجوده عندهم، وطريقه اليه الموازنه وكيف تكون في عمليه مدروسه، ايضا موضوع اللي هو التسويق اصبح اجباري ايضا على الانديه، اللي هي عمليه الميرشندايز اللي هي السلع التي تباع للنادي. اذا شوف مثل ما قلت لك انا، هي توجيه، انا عملت لك الخطوط العريضه وكيف الامور اللي انت تمشي فيها قدرت تمشي فيها. شو اللي يميز نادي عن نادي؟ ان كيفيه تطبيقه وكيفيه الوصول للطريقه الامثل، على هالاساس وضعت نقاط موجوده، انك انت كم وصلت، هل انت نجحت فيها ام لم تنجح. فاذا لا يا جماعه، في نظام واضح، في نظام. احنا ابو ناصر احنا ما نقول ان ما في شيء استوى في 5 سنوات، لا نحن نعترف ان بس شيء. اول نقطه، انت نسيت التقرير كله. اول نقطه، نحن ترى على فكره قاعدين نكرر دائما 5 سنوات،
نحن أربع سنوات والخامسة حتى ما وصلنا نصها، فهي أربع سنوات. أوكي خلال هذه الفترة حتى أنت دراسة المعايير يقول لك أربع سنوات. لا تدق وايد، بس أنت ما أعطيتني زمن فترة زمنية. أنت الحين من بداية الاحتراف نحن نقول يبغالنا خمس سنوات، حد يقول يبغالنا عشر سنوات، يا أخي أعطني فترة زمنية. أخي الكريم راشد أخوي، المعايير الموجودة لو رجعنا نحن، المعايير اللي قاعدين نحن نقاس وندار بها من الاتحاد الآسيوي قاعدة ترتفع صح؟ يعني هل المعايير اللي نحن مشينا فيها في أول ثلاث سنوات هي نفس المعايير بعد أربع سنوات، هي نفسها بعد الخمس سنوات؟ هل الاستراتيجية اللي مشيت فيها في أول سنة مثل الاستراتيجية اللي مشيت فيها في ثاني سنة مثل ثالث سنة مثل رابع سنة والنص الآن؟ شوف الأهداف، كم إدارة مرت أولاً، كم إدارة مرت على الهيئة أو الرابطة أو سمها ما شئت، عرفت؟ كم مسمى، كم مسمى، كم رئيس تنفيذي إياها، كم مدير تنفيذي، كم مدير تنفيذي إياها؟ تفضل. كم مدير تنفيذي؟ ثلاثة ولا أربعة؟ والله أنا بروح نسألت كم عددهم. أربع مدراء تنفيذي، كارلو وكارلو خالد والآن كولزما. شوف نقطة الاستقرار أنا ذكرت لك إياها، يعني حتى كلمتك أنا قبل الاستوديو وكلمتك فيها، قلت لك الاستقرار من أهم الأهداف ومن أهم عناصر النجاح. ما استقرينا زين، ظروف مرت علينا. يمكن حتى نحن أرجع شوي قبل في البداية كنا ماشيين في طريق صحيح، عقب حصلت أمور مختلفة أدت إلى تغيير. هل أنت مع أم ضد؟ ولكن أنا بالنسبة لي شخصيا وعايش الوضع بالطريقة اللي نحن فيها الآن، كيفية تعديل المسار بالطريقة اللي نحن ماشيين فيها. إذا ذكرت الاستراتيجية، الاستراتيجية يمكن تختلف، ولكن الأهداف التي نقاس بها هي أهداف ثابتة موجودة من قبل الاتحاد الآسيوي، تزيد ترتفع كل فترة. لازم نتكلم عن استراتيجية. خلني أخذ نقطة من النقاط اللي ذكرتها اللي هي هيكلة الأندية والشركات. يعني نحن نعرف أن أندية كثيرة احتاجت إلى ملحق أو دور ثاني حتى يعني أنها تحصل على الترخيص. مثل أي دولة طبعا. أنا بيعرف حاجة، يعني أنا بيعرف قبل لا يدخلون يعني في المرحلة الجدية في التقييم، شو كان دور الرابطة في توجيه هذه الأندية أنه والله أنتوا عندكم النقص فلاني وتعملون كذا وتعملون كذا. حلو. شوف أبو سعيد، طبعا تتكلم الآن عن ترخيص. نعم صح. ترخيص هذه أول سنة، نحن بدينا يا طويل العمر من السنة الماضية. أتذكر كانت في ورشة عمل في أكاديمية الاتصالات بنهاية الموسم الماضي، وتم أيضا دعوة الأندية الموجودة في الدرجة الأولى اللي هي في المقدمة اللي بحيث تصعد. أول عملية تمت اللي هي عملية ترشيدية، بحيث أن ما هو تراخيص الأندية وما هي المعايير وما هي الأسس وما هو المتطلبات الموجودة على كل نادي. قبل فترة تقييم كم؟ هذه الموسم الماضي. نهاية يعني الموسم الماضي. هي نعم سنة. نهاية الموسم جميل. الماضي. شو كان دوركم فيها؟ كان دورنا فيها قلت لك أنا توضيحي وعملية تثقيفية، وتم طلب من كل نادي أيضا وضع شخص متفرغ لعملية ترخيص الأندية اللي هو الكلب لايسنسينج أوفيسر اللي هو ضابط تراخيص الأندية، بحيث أن الشخص هذا تكون عمله 100% فقط لعملية الترخيص على أساس أن تبين أيضا أهميته، وهذا من ضمن المتطلبات اللي موجودة. بعدها عملنا بدينا بعملية الزيارات الميدانية والزيارات الفعلية للأندية، بحيث أن وجهنا في كان فريق فني وهناك أيضا كان في فريق مالي وإداري، بحيث أن يتم الجلوس مع الأشخاص الموجودين أن نبين لهم شو هو المطلوب وطريقة عمل اللي هي النقاط والمعايير التي تدرس فيها خطوة بخطوة خطوة بخطوة طول ما نحن ماشيين إلى أن كان في عملية الديدلاين اللي كان موجود لتقديم كل ملف حق اللجنة. شوف لاحظ ان اللجنه اللي هي لجنه التراخيص مستقله مش من لجنه الدوري المحترفين، ولا يسمح ان نكون نحن كان دورنا كلجنه الدوري المحترفين اللي هي عمليه التوعيه والارشاد. طيب كم نادي خلال هذه الفتره حصل على ترخيص، وكم نادي دخل دور ثاني، وكم نادي حتى الان ما حصل على ترخيص؟ في البدايه حصلوا عندك اللي هم خمس انديه اللي حصلوا عليها، ومن ثم انضافوا ثلاث أندية في الاستئناف. ثمانية. من مجموع كم نادي؟ شوف نحن السنة، لأن تعرف السنة كانت اللي هي 14 صح؟ فكان في اتفاق بيننا وبين الاتحاد الآسيوي أن الأربعة اللي صاعدين صعب أنك تيهم مباشرة بعده، ومش مطبق معايير أن تروح على طول الترخيص، فتم الاتفاق على القياس على 10 أندية مش 14 نادي. حتى نحن مجموع الموجود في بيت حصلة 180 من 200، لاحظتها هذه في الترخيص في النقاط اللي موجودة هنا، فقط ناديين اللي هم استثنوا لأن حسبناها على 10 مش على 14 نادي. فالموجودة طبعا عندنا نحن تعتبر 8 من 14
ولكن النقاط اللي تم الاتفاق عليها اللي هي 10 أندية فقط. يعني انت خسرت 20 نقطة بسبب ان ناديين ما حصلوا على التراخيص. بالضبط. نشوف ابو مطر اذا كان يعني لتعقيب على هذه النقطة والعلاقة يعني خلال هذه المرحلة بين الرابطة وبينكم كأندية. للأمانة الرابطة صراحة بادل جهد جيد في عملية توصيل وتوضيح المعايير اللي محتاج الأندية أن تغطيها للحصول على التراخيص ومتابعة الخطط التنفيذية للنقاط اللي بتحتاج إلى استكمال. طبعا في عندنا نحن نقاط محتاجة إلى استكمال في الموسم هذا. طبعا هذا بعد الحصول على الترخيص. الرابطة صراحة مساندتنا في ان في مجموعة مختصة على تواصل كامل معانا كنادي في مثلا الاستفسار عن اي معيار من المعايير المساعدة في مثلا استكمال مثلا ما اقول لك استكمال المتطلبات لكن اقول توضيح المتطلبات شو وكيف يتم تطبيقها. بس انا حبيت اعقب على المعايير. طبعا المعايير اللي موجوده في اللايسنسنج. نعم. المعايير هذه فيها تقريبا مقتطفات من الايزو ستاندرز يعني اللي هو الايزو ستاندرز 9001 الايزو ستاندرد 18000 الايزو ستاندرد 14000 وهذه كلها ستاندرات عالميه يا جماعه. اليوم مؤسسات وصلت في العمل اكثر من 50 سنه وبعدها ما قدرت تحصل على الستاندرد هذا او على الايزو ستاندرد. فالترخيص الاسيوي مش ترخيص سهل يا جماعه. الترخيص الاسيوي ترخيص صعب. الانديه مثل ما قال اخوي تو ان وصلت الى مرحله من التنظيم صراحه الواحد يفتخر فيها في خلال 5 سنوات. جميل. اذا نطلع على النتائج مثلا اذا نطلع مثلا على نتائج فرقنا مثلا في البطولات اذا نطلع على نتائج منتخباتنا في البطولات هذا امر اخر. لان تكوينك الاحترافي انصب اكثر على تطوير الاداري لك. انصب اكثر على مثلا كيفيه تسيير امور منشاتك التنظيم مثلا التنظيم الايفنت نفسه اللي هي المباراه. لما وصلنا الى مساله التكوين مثلا في المراحل وفي الاكاديميات لما وصلنا الى البرامج التدريبيه والخطط وكيفيه الاشراف عليها هذه غير متواجده. جميل جميل. انا خلني ادخل بالشكل اللي كنا نتمناه. طبعا تفضل سيدي. انا خلني ادخل في موضوع يعني الاساسي اللي نحن فتحنا عليه كل يعني هذا الحديث اللي هو موضوع المقاعد. ونحن نتحدث عن التطور اللي صاحبنا التطور في تنظيم المباريات التطور في يعني هيكلة الأندية. لكن يوم أقيس نفسنا في دوري أبطال آسيا ببقية دول المنطقة يعني خلني لا أروح بعيد 2009 بدينا دوري أبطال آسيا بأربع مقاعد. حالنا حال المملكة العربية السعودية أربع مقاعد وقطر بدأت بمقعدين. 2010 الإمارات ثلاث مقاعد ونص يعني خسرنا نص مقعد. السعودية ظلت على أربع مقاعد قطر ظلت على المقعدين. 2011 الإمارات ثلاث مقاعد ونص قطر مقعدين ونص كسبت نص مقعد. السعودية أربع مقاعد اللي يعني عوضت النص مقعد اللي خسرته. 2012 الإمارات ثلاث مقاعد ونص قطر أربع مقاعد السعودية ثلاث مقاعد ونص. لما أجي عن الموسم الجاي أنا كم وصلت وقطر كم وصلت يعني هم الكيرف مالهم صاعد الكيرف مالهم صاعد الكيرف مالي داون. ويمكن بتحدث بشيء بالتفصيل عن السعودية حين خسرت النص مقعد وش اللي عمل.